صحيفة المواكب، ومنها نقرأ: لجنة الطوارئ تدرس فرض الحظر الكلي بالخميس. كلفت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالبلاد في اجتماعها بقاعة صداقة الثلاثاء لجانا مختصة لإعداد تقارير نهائية، على ضوئها يتم اتخاذ قرار إعلان الحظر الكامل أو إغلاق الكثير من الأسواق والمحال التي ليس لها ارتباط بمعاش واحتياجات المواطنين الأساسية وذات الازدحام الكثيف بمواقعها. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الثقافة والإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية، أوضح أن اللجنة العليا للطوارئ الصحية عقدت اجتماعها الراتب بقاعة الصداقة برئاسة البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية، وقال إنها اطلعت على تطورات أوضاع وباء كورونا بالبلاد والمجهودات المبذولة لمواجهة انتشار وتفشي الجائحة. أستاذة درة، هل تستطيع اللجنة فرض الحظر الكلي بالبلاد؟ أعتقد المسألة مسألة إرادة وتقدير حسابات بشكل جيد. الحكومة في هذا الموضوع تبدو خائفة أو مترددة أو مرتجفة الأيدي وكأنها من سرقت الثورة. الحكومة تحتاج في هذا الوقت لفرض قرارات وإرادة واضحة في هذا الخصوص. حياة الناس أهم من أي إشكالات أخرى قد تلحق بهم. أن يجوع الناس أو يضيق عليهم في معاشهم لأسبوعين أو 3 أسابيع أفضل بكثير من أن يحصد الموت الناس بسبب انتشار الوباء. أعتقد أن الوقت ضروري جدا وحاسم ومهم. كلنا تابعنا بالأمس كيف أن النقد الموجه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ضيع 72 يوم أو 77 يوم كانت كفيلة لو أنه اتخذ قرارات واضحة وقوية بإغلاق البلاد، لكانت جنبت الولايات المتحدة الأمريكية عدد الموتى بالآلاف الذي يحصد الناس كل يوم. تقريبا الآلاف هم الآن دخلوا في مرحلة الموت بالآلاف. أعتقد أن الحكومة يجب أن تدرك أن الوقت لا يزعفها لاتخاذ قرارات متأخرة. طيب، ما هي الكارثة التي تنتظر السودان إذا ما تأخرت الحكومة الانتقالية في اتخاذ قرارات مثل هذه القرارات؟ يعني بوضوح نحن نعلم أننا خارجين من 30 سنة من الدمار الممنهج. ما عندنا بنية للصحية بشكل واضح جدا. أوضاعنا الاقتصادية نعم هشة، أوضاعنا الأمنية نعم هشة، لكن الوضع الصحي خطر بمعنى الكلمة. يعني في حالة الانتشار هذه نحن نعلم أننا الحكومة أعلنت أن العدد المحدود جدا من أجهزة التنفس الموجودة لديها. نعلم الأزمة في الظروف العادية في أسرة العناية المكثفة في المستشفيات، في الظروف العادية جدا في حالات حتى انفضاض الناس من العاصمة تجد أزمة في الحصول على أسرة عناية مكثفة عن أجهزة التنفس. معلوم أن عددها محدود جدا في كل البلاد، أعلنت عنها الحكومة العام، أعتقد أنها قالت أن البلاد لا تتوفر على أكثر من 100 جهاز تنفس صناعي. هذه مشكلة حقيقية بالتأكيد. يعني أكثر من 80% من المواطنين يعني يعملون بالقطاع غير المنظم. في حالة الإغلاق، ما هي التدابير التي باعتقادك يعني ستضعها الدولة لهذا القطاع؟ أعتقد أنه في إجراء تم فعليا وهي مشروع جمع الأموال للقومة للسودان، مشروع نفرة مبادرة القومة للسودان. هذه حصدت أموال يعني في وقت قياسي جدا، حصدت مبالغ كبيرة جدا. أيضا هنالك شركات ومؤسسات خاصة لديها دور في المساعدة الاجتماعية. أعتقد أنه حان الوقت أن الحكومة توجه موارد الدولة بشكل صحيح وتسيطر على هذه المواد، ما يسمى الموارد المسمى بالمسؤولية الاجتماعية. هنالك شركات كبيرة جدا لديها أموال يعني لم يحسن صرفها في السنوات الماضية، يجب الآن أن يحدث هذا، أن يتم توجيه وترشيد صرف هذه الأموال في هذه القضايا. الناس تعتبر نفسها إنها فعلا في قلب الكارثة، ودي حقيقة وليست تعتبر، نحن حاليا فعلا في قلب الكارثة. العالم كله يتحدث الآن عن إنه خطورة الوضع على إفريقيا، ونحن في إفريقيا خاصرة ضعيفة، نحن داخل إفريقيا نحن خاصرة ضعيفة. فلا بد أن الحكومة تتصرف بشكل سريع وعاجل، تتعامل مع الشركات الخاصة في منظمات حكومية حتى ومؤسسات زي ديوان الزكاة. كل هذه الأجهزة يجب أن توجه في الوقت الحالي فقط في هذا المشروع. لدينا أزمات أصلا بأي حال، الناس حاليا حياتها شبه مشلولة بسبب أزمة الخبز، بسبب أزمة الوقود. هذه كلها مشاكل تشل الحركة في البلاد. لا دير أن الناس تضيق عليهم معيشتهم لأسبوعين أو 3 أسابيع وأن ينجو الناس بعدها من هذه الكارثة. سبق أن خرج مسؤول حكومي وتحدث عن أن يعني تم توجيه موارد كل البلاد لوزارة الصحة حتى كذلك القوات النظامية. يعني هل تعتقدي بأنهم يعني لم يوجهوها بشكل صحيح مثلا؟
والله لا أعتقد أنه ممكن لما يكون إعلان عن توجيه هذه المبالغ. لو كانت تم توجيهها فعلا لكنا رأينا الآن مستشفيات ميدانية، لكنا رأينا الآن على الأقل حتى في المستشفيات الموجودة حاليا لكنا رأينا وصول أجهزة. أعتقد أنه الأجواء مفتوحة للرحلات التجارية ويمكن نقل هذه الأشياء بسهولة شديدة. كنا رأينا وصول أجهزة التنفس، كنا رأينا وصول بناء غرف عناية مكثفة بسرعة، كل هذه الأشياء كانت لكنا رأيناها. فقدان وزارة الصحة الاتصال بنحو 40% من القادمين من الخارج، يعني ما هي الآليات التي يمكن أن تلجأ لها الوزارة للسيطرة على هذه القنبلة الموقوتة؟ عندنا جهاز اسمه السجل المدني، عندنا شيء يتبع للشرطة السجل المدني، من السهولة جدا جدا الوصول للمواطنين عبره. أيضا هنالك أنا أعلم من أشخاص موثوقين إنه عرضت مركز المعلومات الموجود مقره في قلب الخرطوم في الهيئة القومية للاتصالات، مركز المعلومات عرض على وزارة الصحة ربطها بالشبكة المعلومات القومية لإجراء هذه المعلومات، وكان رد أحد المسؤولين فيها على فيسبوك إنه عرضنا هذا العرض ولم يتجاوب معنا الوزارة. أعتقد أن هنالك قصور ما في منطقة ما تكسر وتضحك جهود الوزير أكرم. بعض المواطنين يعني بعد أن صرحت وزارة يعني الصحة بمثل هكذا التصريح قال أن فلسفة الرقم الوطني والجواز والذهاب إلى الاصطفاف في صفوف طويلة جدا ليس يعني لديه أي ممكن يكون نفع بعد مثل هكذا تصريح. يعني بالتأكيد هذا تقدير خاطئ أو هذا تفسير خاطئ. هنالك جهة لا تريد أن تعمل، هنالك جهات لا تريد أن تقوم بمهامها بوضوح، لكن نجاعة وفاعلية هذه الوسائل لا يمكن التشكيك فيها. الوصول عن طريق الرقم الوطني أو عن طريق الجوازات لا أعتقد أنه من الصعوبة أن يجد شخص، حتى لو فتحت بلاغ عادي في الشرطة عن طريق رقم جواز شخص ما تستطيع الوصول له، فما بالك إذا تحركت دولة أو جهة مسؤولة في الدولة كوزارة الصحة وطلبت الوصول إلى هؤلاء الأشخاص.